على طريق قصة يوسف. موسى عليه السلام كان مرة من المرات في بني إسرائيل، وكان في وصية من يوسف عليه السلام أنه بني إسرائيل إذا رجعوا إلى بيت المقدس يأخذوني معهم. طبعا توفي يوسف عليه السلام، فموسى عليه السلام عرف بوصية يوسف أنه يبغاه يأخذ معه خارج، فراح يسأل يعني مين يعرف قبر يوسف عليه السلام. فما كان في أحد من الموجودين يعرف إلا عجوز، عجوز كبيرة في السن هي اللي تعرف فقط مكان قبر يوسف. فراح لموسى قال وين قبر يوسف، لأنه يعني من وصية أنه يدفن معنا في بيت المقدس. فقالت ما أقول لك حتى تدعي لي بالجنة. يا الله شوف كيف، بس هذا يعني هذا اللي زي اللي سبقك بها عكاشة نفس الشيء. فدعا لها موسى عليه السلام بالجنة ودلت على قبر يوسف، فأخذ يوسف عليه السلام معه. وسبحان الله يعني بعضهم يستغل المواقف مع الأنبياء والرسل، وهذا المفروض. طيب عندي سؤال من حقه، عندي سؤال. الأنبياء اللي ورثوا شو اسمه اللي أبوه نبي أكثر من نبي صح ولا لا؟ اللي هو يوسف عليه السلام. يوسف قال هو ابن الكريم، قال ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم اللي هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم إيه بالله عليك. إيه والله إبراهيم وإسماعيل، إسحاق أخو إسماعيل، إسحاق أخو إسماعيل، يوسف إبراهيم عليه السلام جاب إسحاق، إسحاق عليه السلام إسحاق أتى بيعقوب، يعقوب أتى بيوسف عليه السلام. معلومة تقول أدري عنه. يوسف جاب موسى. عدتم بالله لا. يا أنت قول إيش اسمه؟ ما قلت. قلت عبد الرحمن. طيب أفهم أنا. أقسم بالله إني أحسب إن يوسف عليه السلام قبل إبراهيم عليه السلام. لا 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 لا. حتى كثير. أجل نجل أشياء كثيرة أقسم بالله. نوح أبو الأنبياء. عدلهم والله شوف بقول لك شيء. إبراهيم. نوح. عدلهم محب للتاريخ لكن المعلومة هذه تو أدري عنها. إبراهيم. إيه أنا قلت. تو أدري عنها. يا عبد الرحمن سبحان الله في كثير ناس ما يعرفون هذا. يقول أقول لك يوسف كان له وصية قال يعني إذا خرج بني إسرائيل ورحت البيت المقدس فخذوا يعني خذوني معكم من قبري، يعني كان هذه وصية أنه يأخذ يبغى يدفن في بيت المقدس. فيوسف فموسى عليه السلام قال يعني مين يدل القبر؟ يوسف. فما كان أحد يعرف إلا عجوز، فالعجوز هذه قالت أنا أدلك على القبر ولكن بشرط أنك تدعي لي أني أكون من أهل الجنة. فدعا لها خذ الجنة. اي شفت دعوة ودلته على القبر واخذوا معه. طيب سؤال ايش؟ ابي ترتيب الانبياء كيف يعني؟ اللي تعرفهم مثلا كم اول الانبياء نبي ايش اسمه؟ اول رسول شو اسمه ارسل بالرسالة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام اي هذا اللي نعرفه. يا عبد الرحمن ها وبعده ياتي شو تقول ابراهيم؟ ابو الانبياء شو تقول ابراهيم؟ ما قلنا احنا من اول ابو الانبياء غير اول رسول. ابو الانبياء يعني مين اكثر يعني عنده نسل؟ إبراهيم كثير سلالة الأنبياء منه. النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم، إسماعيل من إبراهيم، إسحاق، يعقوب، طيب يلا يوسف، داود، سليمان، عيسى، موسى، هذول كلهم من سلالة إبراهيم. يا عبد الرحمن فهمت؟ طيب نوح بعده؟ بعد نوح بيجونك الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبعده كم بينهم سنة؟ ترى في ما بين الأنبياء يعني صالح وذولا، فهذا برضه من الأنبياء، بس الترتيب الزمني مين قبل مين والله ما أدري بالضبط. لا بس كم تقريبا مثلا اللي أنت عارف مثلا إبراهيم أول كان عمار مئة سنوات عمارهم أول، فالترتيب لها ما أدري والله. السلام حبيبي يوسف بالقصة السلام بس يوسف عليه السلام يا عبد الرحمن. لا لا عادي ما عندك اي مشكله، الشيء اللي اعرفه بقول له اعرفه، اللي ما اعرفه لا ما إيه مو نبي هذا يعرف كل شيء. وترى طبيعي يعني اللي شوف ثق تماما اللي يعرف كل شيء، ما في احد في الدنيا يعرف كل شيء، وما اوتيتم من العلم الا قليل. الانسان مهما بلغ من العلم مهما بلغ من العلم يبقى الا العلم اللي عنده قليل، فطبيعي الشيء اللي ما اعرفه بقول لك والله ما اعرف. يوسف عليه السلام صارت معه قصه مع الحرمه، قصه مشهوره اي مع، لكن اللي ودي اعرفه ان كانت راحت عجوز ومن هالكلام ورجعها لشبابها. هذه صحيح؟ ما سمعت فيها ابدا. هذا من راسك جاي ان جاء لا لا صدق والله صدق والله جاء عند ملك جاء عند ملك قال يعني تحداك مدري ايش من هالكلام، تحدي يعني ان ترجع لشبابها وكذا من هالكلام. ما ادري كيف القصه بالضبط بس انها رجعت لشبابها. لا يوسف يوسف ما سمعت فيها ابدا. يا ابي محمد الله صلى الله عليه وسلم الرسول يوم تجيها بنتي يقول لا يدخل الجنة عجوز
زين تقول خرعت هاللون قال لا نسترجعين الى شبابك ان الجنه ما يدخلها الا في يمكن هذه تبي وش هي هذه اللي المرأة العجوز اللي جت الرسول هو ما يسمع صوت لا لا صوت. انا ما اسمع صوته زين العجوز اللي اسلم ايش الثاني حط الكاميرا على قوتك الثاني لا والله عجوز جت الرسول الله بس اسمح لي ايش تقول انت اربع صوت يا بنت والله لا هذا اقصى جت وقالت بيموت انا ادخل الجنه قال لا يدخل الجنه عجوز خرعت هي بغت تطق من بغت تموت قال لا يعني انه ما في ما اللي يدخلون الجنة أعمارهم زي ما تكون بين كم بين الثلاثين في ترجع شبابها إيه ترجع شباب يمكن هذه لا لا أنا شفتك هذه يكون جابة من ذو هذه سمعت أنا من يوسف عليه السلام يقول لك وش عرفك انها كذبه قلب الكبره يا ولد وش في عيال وش في بالله سامع من يوسف على السلام وينهم واجهه؟ وينهم واجهه؟ لا والله لا زلت زلت انسان زلت انسان زلت انسان يا جماعه زلت انسان يا زلت انسان والله يا بدر بديت اشك لنا من ذوق والله لا لا الله لا 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 استغفر الله استغفر الله لا تشارك انت هذا لا تشارك لا لا قفل الماضي حصل الربع شو شوي مشى مشى بس قصده سمعت عن يوسف ها قصده سمعت عن يوسف سمعت من سمعت عن يوسف اختلف هو بالميم بس ميم عن هذه من هذه انا حرف واحد شلون شوف مدرس حق القواعد مدرسي كل ما جيت طال عمرك وقفني قال بدر بنادر ايه فلان اسم فلان اسم والله لك جيب بدر نادر حاضر اطلع برا عرفت؟ عشان كذا يقول يعني انه ما حضر اني ايه لكن حصل خير حصل خير حصل خير وتحصل في احسن العوائل بس والله حلو ضحكت الله يضحك اخر الجنة شوي على ما قال دخلين جو رسمي جايك يا شخصيتك طال عمرك شغلوا له شيل عشان برا يروح طيب جانا يعني لا والرجال يقول لي يقول جو رسمي قلت شغلوا له شيله يروح برا يعني لا ايه طردته وزين ايش اسمه شوف شوف اسمع اسلم يا بعد قلبي يا قوتي الثاني من هو اكبر نبي عمر يعني اكبر نبي ادم عليه السلام ونوح يعني هم من اكثر الاعمار يعني في الانبياء كم يعني تقريبا هذا هذا بس ترى في الدعوه 1000 سنه ل 50 عام يعني هو اكيد يوم عمره اكيد انه حول 30 ما ادري والله بس اتوقع يعني انا مثلك والله عشان كذا قلت 30 ما ادري ورا ورا العصر كذا صار خلاص لا انا انا ركز عشان هلا حبيبي تبي تشعر شيء؟ هلا تي شيء اسمع 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 ماري مشكله الرسول صلى الله عليه وسلم امر امتي من بين 60 الى 70 من النبي اللي قبل امراه عجوز قال لها لا تحفظ هو زعلان ايش فيك؟ اتوقع انه موسى عليه السلام صح؟ خلاص انه قبلها ويزعلانه يعني ليش قلت ماتوا في عمره الشباب كم عمره؟ 200 سنه شباب هذا شباب باقي صغير انا ما تحزنين لانه في بيجي ناس اقوام عمارهم ما بين 60 و70 المهم احنا 300 سنه وزعلان انه صغير قاعد تقضيها في سجده 20 الله عليها قاعد تقضيها في سجده لا اله الا الله هذا والله هذا والله قوه الايمان 60 سنه 70 سنه بس سجده اي لانه وش العمر ذا؟ وش 60 عنده؟ اذا اذا نوح لبث 1000 سنه 50 عام في قومه فقط الدعوه فما بالك ايه يعني ما بعدها يعني بعد ما اخذ السفينه ورست على الجودي وجلس وكم كم اعطى الله من عمره؟ فهمت كيف؟ فتاخذ بخصوص العطسه اللي قبل شوي ايه